تدعو مصالح الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة غردايا جميع المشتركين التقرب إلى مقرها لتوضيح الأجراءات الجديدة الخاصة بالإعفاء من غرامات التأخير وتسديد المستحقات على مراحل. التفاصيل أكثر مع الزميل فوزي حاج قويدر. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم في مقر الوكالة لصندوق ضمان اجتماعي غير الأجرة لغردايا عقد اجتماع مع كل من الوكالة الولائية وكذا الاتحاد الولائي للتجار الجزائريين والحرفيين لشرح وتبسيط الأوامر الواردة في النقاط الواردة في الأمر 12-21 الخاص بإلغاء جميع الغرامات وعلاوات التأخير. عليكم. نحن تم اجتماع بمقر اتحاد بمقر كازنوس بحضور أعضاء أمناء البلديات ورؤساء فيدراليات التابعة لاتحاد التجار بمقر مدير كازنوس بحضور سيد المدير لشرح الأوامر المتعلقة بالإعفاءات العلاوات المتعلقة بالمشتركين التابعين لهذا الصندوق، ونطلب للتجار جميع التجار أن يتقدموا ويستفيدوا بهذا الإعفاء يعني إن شاء الله به يريقلوا الأحوال نتاعهم ويبرمجوا الدفعات نتاعهم بالنسبة للكازنوس.